كارلا مش رح فل اذا ما فتحت الباب. يعني فينا نقول انه المي رح ترجع لمجاريها بينك وبين رجب بعد اللي صار؟ مش عارفة، مش قادرة سامت بعد كل شيء عملوا فيه. ايه بس هو ما له ذنب. بس هو صدقها. يلا انا صار لازم امشي. لوين؟ تلفني الدكتور فريد قال عايزني ضروري ما بعرف ليه. شو؟ شو بكن قصتي؟ عم قلك لك دكتور فريد مش دراكولا. ما تروحي عتذري. ليه بقى؟ خلص ما تروحي، يمكن يرجع يفتح موضوعي وانا ما بدي افتح له هيدا المجال. ما تعطلي هم، انا بقطع عليه هيدا الطريق، بس لازم روح لانه قلت له جاي. شو قصتي؟ خلص ما تروحي، يعني ما تروحي. شو جنيتي زيحي؟ قلت له جاي للزلمه. جنت المره. مايا بونجور. أهلين رجا. أنا كنت طالع لك البيت. خير في شي؟ أنا عايز أشكرك على كل حاجة عملتيها. أنا من غيرك كنت حروح في 60 داهية. صدقني كل شي صار صدفة. لو ما إجت لعندي العيال وخبرتني الحقيقة كنت بعدك لهلا عم تتقبل التهاني بخطبتك معها كارلا. انا مش عايز افتكر اسمها تاني. ليه؟ كرهتها بهالسرعه؟ انا عمري ما حبيتها. مشاعري دي كانت مبهمه. يمكن رد فعل على اللي حصل. رد فعل على شو؟ مايا انا ما نسيت مش لحظه. انا لسه بحبك. رجب بطلت عم بسمعك، رجع التشويش. مش فاهم يعني ايه؟ يعني شيء كثير حلو. يعني رجعت حس بشيء كثير حلو تجاهك. فيك ترجع تقول لي اللي كنت عم تفكر فيه؟ بليز. أنا جاي أعتذر لك على كل حاجة عملتها. وعايز أقول لك إن مفيش لحظة عدت ما فكرتش فيكي. أنا لسه بحبك يا مايا. أنا جربت أكرهك كتير بس ما قدرت. يمكن اللي بحب عن جد ما بيقدر يكره. وبيسامح بنفس اللحظة كمان. طب ممكن اسالك سؤال وترد عليا؟ اكيد. انت كنت بتعرفي انا بفكر في ايه ازاي؟ انت بتقري افكاري صح؟ انا بسمع افكار الرجال بس مش كلهم. مش فاهم ازاي يعني؟ قصة طويلة ببقى بخبرك اياها بعدين. انا كنت عارف ان في حاجة غريبة بتحصل. أنا أكيد الموضوع أكبر من إنه يكون مجرد حدس أو حاسة سادسة. بس ما صرحتنيش ليه؟ سوري إني ما خبرتك. أنا من الأول كنت بدي أخبرك بس ما صار في وقت. سامحني رجع بليز. مايا أنا مستحيل أزعل منك. المشروع ده والمصنع اللي أنا عملته كل ده بفضلك. بس أنا دلوقتي عايز أفهم كل حاجة. هي صدفة غريبة غيرت لي حياتي كلها. القصة بلشت بيه حبيت كرمان. حبيت كرمان؟ اجتني اياها مرة ختيارة التقيت فيها على الطريق لأني ساعدتها شوي. قالت لي هيدي الحبة
فيها سر غريب بيبطل مفعولة بس تلاقي الحب الحقيقي. احتفظت بهالسر الصغير ونطرت حتى لاقي الحب والغرام. ولقيتيه دلوقتي؟ لقيته عندك. يعني انت دلوقتي مش سامعه انا بفكر في ايه؟ انا دلوقتي مش قادره اسمع غير دقات قلبك عشان انا بحبك. أنا كمان بحبك. هادم اللذات ابن خالتي. ايه رد عليه. مفرق الجماعات، رد عليه؟ الو يا فارس، ازيك؟ طيب عدي عليا بعد نص ساعه هكون في البيت. ماشي. والله ما عارف شو بدي اقول لك يا ابن خالتي، يعني لساني يعجز عن الكلام. شو هالخطوبه هاي؟ وفرت علي تكاليف بلوي. معقول اللي انت عملته ده؟ شو عملت؟ طب ما حفله موجوده والمعزومين موجودين والتكاليف كلها مدفوعه. هيدي الفرصه بتجي مره بالعمر. في كل الاحوال فرحت لك من كل قلبي، الف مبروك. بس هدفع كل المصاريف عشان انت المستفيد الوحيد. ما بدفع ولا ليره، شو خصني انا؟ حضرتك حملت حالك وفليت، كل شيء موجود كان، بدك تتركها هي؟ ما شفتهم بعدين للعالم؟ 100 واحد مثل الثعالب والذئاب كلهم جاهزين ينقضوا. اوكي. ماشي. انا بس بعد بدي بالعمليه يعني، بدي اطلب منك طلب هيك زغطور. اوعى تفتكر ان انا هدفع لك مصاريف الفرح، مش هيحصل. لا يا حبيبي، بدي أمن مستقبلي، صار في عندي هلأ مسؤوليات كبيرة. عايز إيه من الآخر؟ بدي 50,000 دولار. بس 50,000 دولار؟ نشقل للمية إذا بدك. هتلعب بيهم ممار؟ رجل عيب. أنت بطلت؟ يا خي وعدتك، قلت لك خلص ما بلعب قمار بقى. وعد؟ ها؟ طيب هتعمل بيهم إيه؟ بدي افتح مشروع هيك صغير على قدي. هتفتح وكاله جديده؟ لا اي وكاله، بدي افتح لك مشروع ما حدا بالعالم كله عنده خبره فيه قدي. شغله مهمه يعني. ماشي، شلش هم، المبلغ حيكون عندك بكره. لك يا احلى ابن خالي بالعالم كله، انت فخر الام العربيه. بدي اعمل لك تمثال حبيبي المشروع. موزيل مايا، ما في غيرك بيقدر يساعدني. بشو بقدر ساعدك؟ أنا مغروم بجومانا وجومانا ما عم تنغرم فيه. أنا كيف بدي خليها تنغرم فيك؟ أنا بس بدي تعطيني فرصة، أو بالأحرى تعطي فرصة لحالها. يعني عم تقطش وتشلح وبتاخد قرارات بسرعة. أوكي، رح جرب أحكي لك معها. بعدين من وين رح يصح هلأ واحد مثلي؟ لشو هيدا الغنش؟ مش عم بفهم. يعني شفنا يلي أخدتهم قبلي ما فيهم ولا واحد عالم كيمياء. يعني ضروري اللي بدها تنغرم فيه يكون عالم كيمياء؟ أنا ما قلت هيك. ألاقي أنه مثلاً فرضاً يعني أنه عم بفترض. أنا عم بقول أنه جمانة عم بتقول أنه ما في كيمياء بيني وبينها. إنه بس بدي أفهم كيف صار في كيمياء بينها وبين واحد غبي مثل إيهاب. لك ما تحكي هيك عن بيي. أنا ما حكيت شيء. يعني لا يعني حسيت بركي بدك تحكي هيك شيء. شو قصتها؟ معقولة تكون جمانة جربت عليها الدواء وصارت تقرأ أفكار؟ شو قلت؟ ما قلت شيء. بلا قلت. سألت حالك إذا جمانة جربت علي دواء وصرت أقرأ أفكار؟ العمى
معناتها عم تسمع كل شيء؟ ايه عم بسمع كل شيء، عم بسمع كل شيء، وهلا بدك تخبرني كل شيء، احكي. ما؟ بك شيء؟ لا، ما بيني شيء وما تسألني ولا أي سؤال، فل من وشي. جومانا اخترعت دواء غريب. هذا الدواء بغير كيمياء الجسم وبزيد الكهرباء الساكنة حوالين راسي اللي بياخده. كيف يعني؟ رح بسط لك اياها أكتر. كل إنسان في حواليه اريا صغيرة من الزبزبات والكهرباء. هيدا التركيب الجديد من الدواء بيوسع هالمساحة، هالاريا لتدخل لمساحات ناس تانيين، وبيخلي الزبزبات والكهرباء اللي حوالين المخ تلقط إشارات الناس التانية، بيستقبلها الدماغ، بيعالجها، بترجمها، وهيك بصير الواحد عنده قدرة لقراءة الأفكار. يعني كل العملية هي فك شيفرة معقدة، وكأنك عم تاخدي الباسورد من مخ الرجال اللي واقف مقابلك. يعني القصة مش قصة سحر؟ لا لا لا، القصة بس قصة كيمياء. طيب شو السبب اللي بخليني اسمع افكار الرجال بس؟ هيدا الشيء له علاقه بالهرمون. الهرمونات يلي عند النسوان بتخلي شيفره معقده وصعب انه تنفك، من هيك ما بتسمعيهم. كمان اذا انغرمتي برجال بينفرز بجسمك هرمون معين بيمنعك تسمعي الرجال اللي بتحبيه. في حدا تاني غيري اخذ الدواء؟ ما بعرف، بس بتذكر إنه جومانا جربته على شحاد ماشي على الطريق وقتها نجحت التجربة، وعلى ما أظن إنه أعطتك الدواء بحبة كراميل من العجوزة اللي تلاقيتي فيها على الطريق. كل شي توقعته إلا إنه تكون جومانا وراء المصيبة. مصيبة؟ إيه مصيبة، مصيبة وأكتر من هيك كمان. عن إذنك ألو حبيبتي، بتقولي إيه؟ مش سامعك. إيه؟ عرفتي مين اداكي حبة كراميل؟ مين؟ خالتك جومانا؟ طب أنت فين؟ أنا جايلك فوراً. شو قصة حبة الكراميل؟ أي حبة كراميل؟ اوعى تنكري، أنا عرفت كل شيء. دكتور فريد خبرك؟ أي دكتور فريد اللي خبرني. لو ما خبرني كنت بعدني مغمضة ومثل الهبلة. ليش ماما عملتي فيي هيك؟ ليش سببتي لي هالعذاب كله؟ ليش؟ ولك ليه ما أخذتي رأيها قبل ما تعطيني إياها؟ اللي بيسمعك بيصدق انه انت معذبه. هيدا حلم، هيدا سلاح، سلاح كل انسان بيتمنى يحصل عليه. ومين قال لك انه انا بدي هيدا سلاح؟ ماما انا بدي اكون بنت بسيطه وبس، مثل ما انا. انت بتعرفي شو عملتي فيي؟ انت عذبتيني، ذبحتيني ماما، ذبحتيني. بتعرفي شو عم بتحسب لما عم بمشي بين الناس؟ لبا عم بسمع أفكارهم، عم بسمع أسرارهم. الناس بتفكر شي وبتحكي شي تاني ماما، وأنا مثل الهبلة بركض لساعدهم وأوقات بخربها أكتر ما بساعدهم ماما. أنت بتعرفي شو بتعذب لما اسمع رأي فادي فيي خيي أو بيي أو أقرب الناس لإلي ماما؟ أنت بتعرفي؟ ما بقى بدي يكون هيك ماما، بدي ارجع طبيعية، بدي ارجع طبيعية. كره تمشي بالعشا، كره تمشي بين الناس، صرت اكره الناس اصلا. انا كنت بدي ساعدك مثل ميني. بشو بدك تساعديني؟ انت كنت ضعيفة وقلبك طيب وخبرتك برجال معدومة، كنت مصدقتي لي هيدا اياد الكذاب يلي كان عم يضحك عليكي. حبة الكراميل خلتك تكتشفي الناس يلي حواليكي على حقيقتهم. بس كان فيك تساعديني بغير طريقة. هاي هي الطريقة يلي بعرفها،
ما تنكري إنه حبة الكراميل خلتك تكتشفي إياد، خلتك تكتشفي عادل مديرك بالشغل، خلتك كمان تحبي رجا. صح هالحبة غيرتك، بس على القليلة ما في رجال بيقدر يضحك عليك. يا ماما معك حق باللي عم تحكي، بس هيدا سلاح له حدين. أنا بدي أرجع مايا البسيطة، مش مايا اللي بيقولوا عنها هبلة. أنا قبلاني بمايا الهبلة أحسن بمئة مرة من مايا اللي هلأ. بدي حب مثل كل الناس، بدي انخدع مثل كل الناس. تعبت يا ماما، تعبت يا ماما. بدي أرجع مايا البسيطة ماما، وبدي هيك تساعديني. سكتي بيان، سكتي، قولي شي، قولي شي جمانة، ما فيك تساعديني؟ هاي كارلا، كيفك؟ شو بدنا نضلنا هيك؟ وينها كارلا القوية اللي ما بتستسلم؟ وينها؟ بشرفك داليا، ما قلي شلادي، شو بدك؟ بدي كارلا، انت صاحبتي اللي بحبها وما بتخلى عنها. بتعرفي؟ ما بعرف. أنا ما توقعتك تكوني هيك. كيف هيك؟ كل أصحابي تركوني. ليش أنا بدي أتركك؟ ما في ولا سبب. عندك ألف سبب. أنا ما بتخلى عنك أبداً، ما بتخلى عن صاحبتي الوحيدة. أنت دايماً بتعطي انطباع إنك مش منيحة، يعني عاطلة، ما بتفكري إلا بحالك. بس هون جوا جوا في شي طيب. ما حدا شايفه ولا حدا رح يشوفه. داليا ما تيأسي. انت عم تحكي عن يأس. دوشكا مدام جمان، اللي وصلتي له ده اكتشاف علمي مهم جدا. بعرف هيدا الشيء. طب ليه ما سجلتيهوش ونشرتيه للعالم؟ نو واي استعمل هالطريقة. ايه السبب؟ لأنه مش كل التجارب العلمية بتفيد البشر، بالعكس أوقاتها بتخرب. في تجارب بتقتل البيئة، بتقتل الناس، بتغير من طبيعة البشر. عندك حق. خد مثلا هيدا الدواء، تصور إنه الناس كلها بتاخد منه، بتتخيل شو ممكن يصير؟ كوارث. صح، كوارث. بصير الناس ما عندها أسرار، بتبطل تفكر، بتبطل تحلم، بتصير تخاف من بعضها. ماما حياتها، أنا بعرف إنك إنسانة عظيمة، بس من بعد ما سمعتك عم تحكي تأكدت إنك أعظم بكتير من ما مفكرة. أنا بعتذر منك إذا قلت لك أي شيء بزعلك. أنا بعرف إنك عملتي كل هيدا الشيء لأنك بتحبيني، لأنك خايفة علي، لأني هبلة وعلى نياتي وبصدق كل الناس، لأني كنت متأكدة إني ما رح استعمل الحبة بغير مطرحها. ما بتتخيلي شو صار فيي لما شفتك قاعدة عم تبصري للناس. وقتها حسيت إنه هيدي جريمة لازم اتحاسب عليها. مدام جمانة، مايا عندها حق في كل اللي قالته.
أي حد تاني كان ممكن يعمل ملايين ومليارات بالاكتشاف ده، بس أنتي رميتي كل حاجة ورا ظهرك عشان ما حدش يتأذي. ميوش، سمحتيني على العمل اللي عملته؟ ولو يا ماما بدها سؤال، يعني لو ما عملت اللي عملتيه كنت تلقطت بأحلى شاب. وأنا وقعت بالفخ على طول. على كل ما تعطى لي هم، أنا رح أرجع لأبحاثي وتجاربي ولاقي دواء مضاد للحبة. لو احتجتي أي حاجة أنا موجود. ثانك يو. المشكلة بأول غلطة وكيف تتعاملي معها. كيف تتعاملي معها؟ بغلطة أكبر. أول شاب حبيته تركني، كسر قلبي، كرهت حالي، ما عاد عندي ساب حالي، قررت إنه بدي انتقم. طلعت شو؟ عم بنتقم من حالي. وغلطة ورا غلطة ورا غلطة كرت المسبحة، حتى صار عندي الغلط عادي. حتى بابا لقيه غلط. بتعرفي شو؟ انت شو بدك برجا ما؟ ما انت اساسا ما كنت تحبيه لرجا، كان بدك مصريات يضرب منه قلب يروح وينقبل يتجوز ويجيبوا شي 20 ولد خرهم. مايا بعتتك، بعتتك لتتجسس علي. انتوا كلكم بتكرهوني، كلكم بتكرهوني، انت ومايا وليال وكلكم وشبعنا وكلكم كلكم كلكم. رجعت الدنيا تضحك لي من جديد، ورجع سحر الحب يسيطر علي. ما بقى بدي من هالدنيا أي سحر تاني، ما بقى بدي غير إني أكون مثلكن، مثل كل الناس. بتمنى إني أقدر سمعكن أخبار حلوة عن قريب. تصبحوا على خير. رومانتيكا. معقول الغرام ما يخليني نام، يسرقني من حالي، نسيني الايام. ما بعرف شو صاير، بحس بقلبي طاير. ما بعرف شو صاير، بحس بقلبي طاير. وعيوني سهراني دايب Thank you.
صباحو. صباحو. شو عامل اليوم؟ حنزل على المصنع بعد شوي. ما بدك تبارك لي بمشروعي الجديد؟ خبر حلو جدا. هو انت بدأت مشروعك؟ ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. طب انت لحد دلوقتي ما قلتليش ايه هو مشروعك؟ لا لا، بدنا نخليه سربريز. هيدا بدك تشرف لعند اليوم. يلا ناطرك وبتجيب معك مايا. ماشي. طب ايه العنوان؟ هلا بعمل لك شير لوكيشن. تعلمت تعمل شير لوكيشن؟ يلا باي. نجحت. نجحنا. برافو برافو. ألف مبروك. من بعيد لبعيد أحلى. طبعاً من بعيد لبعيد. ألف مبروك. مرسي. الله يبارك فيك. شفت؟ بحاول يبوسه ما خلته برشته برش. يستاهل. يا هلا يا هلا. تفضل شريف. سلموني أبو فادي. تفضل يا حبيبي. تفضل. هلا هلا. بدنا نكسر مرايا. يا شباب بدنا نشهل شوية. بلشت الناس توصل. هلو. يا هلا يا هلا. ألف مبروك. مبروك. هاي. طب شو معذب حالك؟ والله لا شو معذب حالك. واو واو واو. كيف المرايا؟ صغيرة شوية بس. يلا تفضلوا تفضلوا. مرايات عربيات أكتر شغلانة تناسبك. وعندك خبرة فيها. لا شو عذبت حالك يا ابو الحاج؟ ولا حاجة بسيطة. مبروك نغم. الله يبارك فيك. سوشي؟ اه، ما انت بتموت في السوشي. انا ما قلت لك عندي حساسيه على السوشي. طيب صراحه قل لي شو رايك بالمشروع؟ حلو جدا بجد. بس انت جات لك الفكره ازاي؟ يا خيي حسبتها براسي. اذا في 100 شوفور مثل حكايتي بكسروا مرايه كل يوم والتاني، الحق ابيع مرايات. ولذلك علقت هيدي المرايه ملطش برا. جمانة؟ امتى رح تجربي الدواء الجديد على مايا؟ هيدي بدها ترتيب تاني. كيف يعني؟ يعني اهم شيء ما تخبر حدا انه نحن نجحنا بالبحث. بس شو السبب؟ بدي اعملها سربريز. اوكي، على راحتك. دكتور فريد. نعم. انا بدي اشكرك على مساعدتك ووقفتك حتي. ولو نحن بدنا خدمة. اصلا انت ما قصرت. بس انه هلا خلص كل شيء؟ طبعا. وما بقى رح شوفك؟ لمبلا بالجامعة اكيد. بس انه شو بده يكون في اكثر من هيك؟ شو مانا، انت ما لاحظتي الكيمياء اللي بيناتنا قديش صارت احسن؟ كيمياء الصداقة احلى. خلينا عليها. كيميا الصداقة. هيدا اللي صار. يلا بسيطة، تعيش وتاكل غيرها خي فريد. ايه ايه، تعيش وتاكل غيرها. ما بدكم تلعبوا طاولة؟ ايه بنلعب. ليه ما بنلعب؟ اعطينا الطاولة يا معلم. الو. ايه اهلا. نعم انا جمانة. دكتور مجيد؟ كيفك؟ الحمد لله على السلامة. ايمتى جيت؟ ان شاء الله جاي تستقر هون. ايه ايه اكيد اكيد بدي اشوفك. انت وين قاعد؟ نص ساعة بكون عندك. اوكي اوكي يلا باي باي. هيدا زبون العوافي. دكتور مجيد. مين دكتور مجيد؟ واحد جديد. طب احنا جايين هنا ليه؟
ما بعرف، ماما اتصلت فيي وقالت لي حتى نلتقى هون. ما قالت لكيش السبب؟ لا. لحسن لحسن رجاء، هيدي المرة الختيارة اللي عطيتني حبة الكراميل، مستحيل انسى شكلها. وين؟ تذكرتيني يا بنتي؟ أكيد. وأنا معقول إنساكي؟ شو عملت فيكي حبة الكراميل؟ أوه كتير أشياء غيرت لي كل حياتي. تقبلي هاي مني هدية؟ ميرسي. بس شو بتعمل هالحبة؟ وأنتي عم تاكليها غمضي عيوني واطلبي أمي، إن شاء الله بتتحقق. في بتعملي إيه؟ بدي أكلها. إيه؟ بدي أكلها. لا 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 لا. طيب غمضي عينيكي واتمني امنيه. ايه تمنيتي ايه مايا؟ تمنيتي ايه؟ ما راح اقول لك. ماشي. طيب خلينا نكتشف مفعول الحبه. يلا. اذا بده يضل يوقف سيارته محل سيارتي بدي اكسر له الزبين. انه معقول دواء الضغط ب 50,000؟ هاي لحالها بترفع الضغط. يا اخي اخت احلى منها. كيف الله بلاني وتجوزتها ما بعرف. لك آخ آخ، يا ريت شفت أختها قبل ما تورطها ورطة. دراما هي مرآة للواقع، دراما هي مرآة للواقع. خلاص حفظت الدرس، بدي أهريهم تنظير عن الفن والدراما بهيدا الانترفيو. إيه الأخبار؟ لازم يلقف اليوم. ما في، جرب إحنا طلق صنع. مش حد جيت صارخ هي ولا بدي رجاء. في ايه؟ بلشت اسمع تقطيش. متأكدة؟ خالص؟ رجاء؟ ما عم اسمع شي بقى؟ خالص؟ ابدا. الحمد لله. يس. متأكدة؟ اكيد. يا مجنونة. عايزة كوكتيل مع آيس كريم. واو، اثنين مع بعض. لا 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 لا. يا أنا شو حلو هالنهار. ألف مبروك. حسي حالي خلقت من جديد. برافو جمانة. عبقرية هالجمانة، فظيعة شو ذكية. أنا حاسس إن أنت شبعتي. بصراحة أنا لازم أعمل دايت، بس رح بلش من بكرة. لا لا لا، أنا حاسس إنك دلوقتي شبعتي بصراحة. طيب غمضي عينيكي واتمني منيح. يا الله كمان؟ كمان يلا. اوكي. حبيبي يا رجاء. بحبك بموت فيك. روحي انتي. مثل ما لبستني المحبس بالشارع وقدام كل الناس، انا رح اقول لك بالشارع وقدام كل الناس اني بحبك وبموت فيك. بحبك 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 بحبك. يا الله مش مصدقه منتجوز. هنعيش في تبات ونبات ونخلف ونجيب صبيان وبنات. بس بدي هون حلوين مثلك.
لا زيك احسن. لا مثلك انت. لا زي زي. لا 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 مثلك مايا. انت قمر زي. يا الله لك هالبيبي ما اجمله. مدام سوري. هاي بيبي. هاي حبيبي. اجخ ضحك لي ضحك لي. ليش بعرفك لأضحك لك؟ لعم ما أسألك. أورنجخ يي علينا. أورنجخ يي ما عم تفهمي؟ فلي من هون. سوري. مالك في ايه؟ في ايه مالك؟ رجاء عم بسمع البيبي شو عم بفكر. إيه؟